السلام ليزامي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا فيديو ديال اليوم. اليوم جيت لكم بواحد البرانك خطير خطير خطير. صراحه الفكره خديتها من عندكم. بزاف ديال البنات قالوا لي ديري لسلمى وفاشي برانك بانك تخطبتي وما غاديش تبقاو ديروا فيديوهات في يوتيوب وداك الشيء وزيدي فيه شويه. دونك اليوم غادي سلمى وفاشي جايين عندي باش نصور لكم واحد تشالنج. ديجا اليوم غادي نصوركم جايين موجودين باش يصوروا لكم واحد تشالنج وغادي ندير لهم البرانك قبل من تشالنج. نقول لهم البنات بغيت ندوي معاكم، راه اليوم غير زعما راجو فيه خطاب وما غنبقاوش في يوتيوب وسمحوا لي بزاف وهادي. وندير فيها زعما من هذوك الصحابات اللي كيتخطبوا وكيقلبوا على صحاباتهم بحال هذاك الشيء. المهم يا زعما خليكم معنا باش تشوفوا البرانك. يا ربي صدق يا ربي يا ربي، انا متاكده غيصدق حيت هنايا غادي نقنعهم زعما مزيان. المهم يا زعما انا دابا غنحطكم هنايا، يا ربي يكون كيبان لكم داك الشيء مزيان. دابا غادي شويه غيجي وغنقول لهم اللي غنصوروا في هذا البيت. المهم حتى الرينغ لايت هنايا، نقول لهم البنات قبل ما نصوروا التشالنج راه بغيت نهضر معاكم وداك الشيء. خليكم معايا وشوفوا البرانك، انا متحمسه ندير لهم البرانك. بغيت نشوف رده الفعل ديالهم. ندير في هذيك الصديق يقولوا لي انت ما صدقتيش، عقلوا فين قالت يقولوا لي انت ما صدقتيش. المهم دابا صحاباتي عارفين ان انا ما فياش هذا الشيء، فهمتوا؟ ما يمكنش انا داك النوع ولا تخطب ولا تقلب على صحاباتي لا. ولكن غنشوف دابا. صراحه اول مره عرفتي غادي ندير شي برانك بوحدي ما غتعاوني فيه لا فاتي لا سلمى. غندير لهم برانك بجوج في دقه انا اللي قفرتها. دابا راه قربوا يوصلوا، يلا جوج معاهم. قالوا لي حنا في الطريق ستي جون. زعما هما البنات راه وصلوا لحد لهم الساروت ودابا راه طالعين في الدروج. دابا غيجي في واحد ستريس ما تجيش فيا الخلعه وما قداش عندك شي مليار. ديما سلمى ديما كتخرج لنا بوانات الله يرحم مصايبك. اي عرفتي اخو هاي 400 درهم ما جبتها عرفتي ما ربحتش. ما ربحتش ما ربحتش مشيت ديك 400 درهم ما ربحتش. هادي هي طاحت لي اخر خدي من المشبع لما ربحتش. هادي هادي وصلت شي حاجه لا لا بوس خديتها لا بوس كتشوف النفع اللهم راه حاطها في الخرج راه حاطها في التشالنج لقيت بابا وماما وخويا كامل مجموع لقيتهم مجموعين وقالوا لي عرفتي قلت لكم هادشي في الضحكه والله ما عرفتش علاش اجيكم غريب. جيت لقيتهم مجموعين وجالس في الصالون قالوا لي راه جاو الخطاب كيدو ديال بصح ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك
ايه نتزوج صافي اختي غنحبس يوتيوب وغندير الزيت الزيت يوسف منيت وين جاتكم بشكل تحب علينا واش ما كملت الزواج يا عجبه لا لا انا غادي نكفز من اللي واقف اه سمعتيش قالت لك لا هرب من الزواج هرب من الطاعه شو حمار من اللي هرب من الزواج هرب من الطاعه شو اللي هرب من الزواج هرب من الطاعه اللي هرب من الزواج هرب من الطاعه هرب من الزواج اللي في الزواج زعف الطاعه ايه وهي هذه انا قلت اللي هرب من الزواج انا هو ما بغاش يتزوج هرب من الطاعه هرب من الطاعه هرب من الطاعه المهم شي حاجه بحال هكا المهم انا خشيت غادي نتزوج فرحانه نشوفوا على الزواج اصلا كنتي ما فرحانه ما انتش انا وقف بزز منا ما ولا ديري غير بزز عليا ما بغاش معنا انا بغيت نتزوج واش انت باغا تزوجي ولا هادشي بزز واش انت بينا ليلى والضحى صافي باغا تزوجي واش خشيت دابا كندوي الزواج اللي تزوجات واخا ولا جات اي حبتنا وقدنا وتزوجات هذيك تخطبات ماشي تزوجات ولا اخرى متزوجات هذيك تلقى تعب لا مجوجة لا والله ما بغا تعب والله تلقى تعب لا مجوجة ديال السيمو ديال مجوجات تفكر بحالك بغيتي جوجة با وما كنتي بحالك دابا خويا صاحبتنا خويا دابا ياك انا عارفه الفكره ديالك على الزواج كيفاش دايره دابا معنا حيدي لي داكشي ديال لا راه بعدا ما كتشفلاش حيدي عليا داكشي اللي كتعرف فاش كنكون كندوي ليها بصح حيدي عليا داكشي ديال تبقاي تقولي لا ما نقولش لهم مش العيب واش بزز ولا باخ وشكون اللي بزز عليها واش ما كتعرفوش عادي انا عارفه كنتي ما باغاش تزوج والله ولا كان صافي فكرت مزيان لقيت الزواج في الصالح ديالي صافي غنتزوج صافي ونكمل قرايتي انا اللي بغيت نتزوج انا بغيت نتزوج هي رد الفلوس وبغيت ندفع الطياره انا الصراحه بغيت نتزوج انا بغيت نتزوج وما تسالوني غنعرض عليكم ندير لكم طبله نجلسكم مع العائله اه تخافوش اصحاباتي نجلسكم مع العائله عندك ما عنده لا خو ولا با لا هادشي شي بغا نتزوج لا انا اللي تبعتكم بغيتوني نبقى بايره تبعكم نبقى بايره اه نسمي سمعتي واش غادي نبقى بايره انا راني تبعتكم لا دابا سمعتي لا فاش دابا تغتفهميني مزيان غادي نتزوج شحال شي داكشي اللي كنتي عليه واش كنتي قايله ياك غير غنتزوج انا قررت فهمتي قررت فكرت مزيان وخديت الوقت ديالي واش نتيا كنتي هضر قررت البارح وقلت خديت الوقت ديالي واش شويه صافا ما انا اللي كامل انا كنفكر يا واش تمشي راه قال راه جد المراهقه ترمي مخاوله يا راه جد المراهقه يا جيتي ديك المرحله اللي كنبداو نقولوا دريج كنقول فهمتي حاجه كنبداو نقولوا باغي نتزوجوا يا شي مجرمه راه سالينا ما كاين ما ولكن علاش دابا شنو قولوا لي والله علاش ما عمرنا جبدنا حنا هذا الموضوع معك عمرنا كنا كندويو على الدراري اللي كيتزوجوا صغار عمرنا ما كنا كندويو على مواتنا علاش تزوجوا صغار عمرنا كنا كندويو في السكن شوفوا صاحبتنا تزوجات صغيره غتجي انت دابا غادي تقولي انا بغيت نتزوج تقول لك انا والله ما قررت صافي نتزوج كلشي هو هذاك العريس مزيان خاطب زعما مزيان ما بغاش قراي ما بغاش لا غنكمل يوتيوب قلت لي غتحسبهاش حبسي يوتيوب شكون علاش تحبسي يوتيوب قال لك هو دونك بزاف حبسي يوتيوب لا احتياط دويتي معاه من البارح اليوم شتي العريس شتو دوينا في ابل فيديو صافي دابا المهم قلت لكم القصه كيفاش دايره انا غادي نتزوج لا ما يمكنش واحد يتزوج بواحد سيد كنت عارفيه ما عرفتش قالوا لي البارح جات قالت لك غادي نتزوج اختي الوالدي كيعرفوا هو واش باش نسمع الوالدية والديا كيعرفوا صاحبتي انا كنت كنخاف والديا تزوج بيو انا غتقول بحال هكا انا جاتكم عجب بزاف غير عادي هاد العيش عادي انا دابا عندي 18 عام وشهر 10 نكمل 19 عام لاج ديال الزواج كبار قاده براسك ديال الزواج انت ما غاتتعلي وكتنقزي عادي واخا كنلعبو كنقص زعما كنلعبو كنقص من تزوج حتى غنبقى غنبقى نلعبو كنقص دابا غادي نديرو الخطوبه وغادي نشوف هذاك الشيء كيفاش غيدوز علاش غتحبسي يوتيوب قولي لي علاش غتحبسي يوتيوب
انا حبستها هاي شي شوف شي فقط يوتيوب هو اللي قال لي حبس يوتيوب فاش دوير الشرط ديالو من الشرط ديالو انني انا مقصبه في يوتيوب هو اللي قال لك ديري الحجاب لا ماشي هو اللي قال لي ديري الحجاب انا غنديرو انا دابا اجي عمر قلتي انا نتيات مش نعيبو وكندوي على واحد لاج ديال 25 سيزون الفوق انا بغيت غنبدل الروتين ديالي وغادي نتزوج صافي نعيش واحد الحياه جديده غادي ندير كوزينه وشتي مصطي والزواج هذا ما كاينش مشكل واحد انت ما كتعرفيش وشتي شنو لاباس تصبحي لي صباح وشي مغرب غادي تخطبوا وقبل ما نتزوجوا غنتعرفوا لاباس كتعارفوا في الخطوبه سبعه سمعوا صاحبي اش مبغوش نتزوج قول لي عصباتي قول لي انا يا هما ويا باغا نقول لي انت ويا عرفتي الحيله يوتيوب ومني غير باغي دير الحجاب وصافي غادي شتك غادي نقول لك غادي نحجبك في الدار ما غتبقاش تخرجي ولا صحاباتك غادي تنسايهم وشنو غادي حبس عاد تما وخبرك وسيري وبس تما وريحي وشتي باغي واحد الانسان ما كتعرفيش واش تمسطي راه كاين اللي كيكون بسيكوبات صاحبتي في الدار والله شتي شويه لاباس علي والدي عجبهم الحال وانا عجبني الحال لا عارفه بلي ماما ضد هاد الفكره هادي لا ماشي ضد ماما عجبها الحال والله ما غيخليتش كملي قرايتك ولا ديري شي حاجه ولا ما تشوفش مستقبلك واه مستقبلك انا بغيت نتزوج بغيت نتزوج ولا دابا ما تيخصنيش شوفي قلت لك انا خديت القرار ديالي انا علمتكم باش نتشاور معاكم دابا انا ما كنديرش معاكم الاستشاره انا قلت لكم شنو قال ما فهمتش غادي امك غادي نسولها فاتي بغيت نطلق عليكم في سجن بحال هذا صافي انت دابا دابا اسمعي شوفي دابا ودابا حتى شي دابا اسمعي حتى شي بصح انا فاش غادي تكون هضره اخرى غادي نمشي دابا غادي نصور في الشالنج ديالنا ياك واش غنفهمك انت تابقى معايا نتزوج ياك كنت معاك اختي انت تصورت صافي اختي انا مابقاش عاجبني الحال بحال هكا بغيت نبدل الحياه دابا شنو يطمعك في الزواج انا بغيت نعرف وضع عندك الدل علاش تعطيني الدل عطيني لك انتي اللي باغا تبقاي بايا والله يعطيها العز اما الدل راه فيه نوضع كاينه والله لا يا تكلم الحق نتوما صحابات الله يجيب انت خليفات كاين شي تخلف قد التخلف اللي كتهضري عليه انت دابا انت بغيتي تحقق احلامك علاش دابا الزواج ما نحققش احلامي اجب الاحلام الزواج ملي بغيتي تحبسي يوتيوب دابا دابا مع البارحه دابا شي مانيكير مقطع غود الحرام مقطع ما عرفتش لي خطا باش معاه صافي حتى حدا علاش ود الحرام صافي عرفتش ولا حسينه مش عيريش دابا كتقولي حنا خواتاتك كي مش عيريش دابا كتقولي حنا خواتاتك حنا خواتاتك كل هنا خواتاتي غادي تعطيني انا باش نخدم قبل على العريس هذا خصك نشوفو خصك تشوفي دابا نشرح لك تكالما تكالما والدريات تكالما دابا الموضوع هاد العريس هذا قلت لكم كيجيني من ديك العائله البعيده فهمت بصح انا غنتي خاصك شي كان اقسم انا كصاحبتك علاش درت الزواج واش نتوما بعدا هاد الشخص هذا عرفتو لا حنا الزواج ولا كيعرف الزواج ديالو في هاد لاج معروف صافي هادشي اللي كاين راه يوتيوب غادي نحبسو انا بغيتو تكملو كملو انا شنقول لك دابا اللي كنفهمش شنو بغيتي توصل بغيتي انا عندك لا تصدي علينا حيت قلتي غنسد اليوتيوب غندير السيف راجلي 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 ما عليك قلت لك حبسوا العلاقه اختي ولا شنو جاب من اليوتيوب ولا جا معنا ولا زعما بحال تقولي شوفي هادشي دابا انت ما فهمتكش واش غيرك التفكير ديالك شنو التفكير ماشي ديالك اصلا ماشي تفكيرك هادي دو ان دو دو واحد الانسان اللي قال لك حبسي هادي من وراه غيقول لك حبسي هادي وحبسي هادي وحبسي هادي وانت ملي قلتي لي اوكي على الاول يعني غالي ما قلتيش اوكي على الثاني لا لا
عادي عادي دابا انت كتبغي تجوجي كتبغي تجوجي راجلك غايقول لك انا ما بغيتكش تبقاي في الشوب لا قولي لا ما عرفتش علاش اللي كندير يوتي اول حاجه لك عمرها لا لا قولي لنا عرفتي انا كندير يوتي حبس لا ما كاينش هاد المره اللي كتسالي شي حاجه باش تكونوا فاهمين صراحه حتى ما يمكنش انا اختي انا حاضره اقول امتى كيحبس عليك راجل شي حاجه فاش تكوني في الله ما عندك والو ضعيفه بحال هكا داكشي علاش اما فاش كتكوني انتيا بنيتي مستقبلك كما انت كنتي باغا انت يكون عندك واحد المستقبل وتكوني عايشه حياتك كما بغيتي ما كاينش الواحد غير يجي يبغي يفرض عليك واحد الحاجه واش تعمر شي حد فرض عليك شي حاجه عمر شي حد جا بغي يفرض عليك شي حاجه هو قال لك قلتي لي واخا باقي يلا عرفتي واش تي شويه صافا واش مريضه في دماغك انا هكا انا اختي دابا متقبله هكا ما تبقاش علينا اخويا تقول لي انا هكا قولي شنو كاين من الهضره كامله واش واقع شي مشكل من الهضره كامله قولي لنا شنو كاين دابا بصح فهمتي قولي شنو كاين اخويا الا كان شي حاجه نقدروا نعالجوها بيناتنا ونشوفوا لها شي حل اخر شنو كيبان لكم شنو غيكون ما عرفتش اختي انا ما عرفتش شوفي الخطاب ما قول علي انا كنت شي حاجه حنا خواتها لا يا حبسي يوتيوب هو عارف يوتيوب رجا قولي تجوج حتى ما دارش يوتيوب لا بغيت نزيد دقيقه بديتي يلا بديتي في يوتيوب ماشي شي طب ما عندو باقي انا اصلا يوتيوب ما عندوش علاقه بهذا الشيء العلاقه ديالها هي اللي تبدلات جا واحد بدلها في عربي بدلات فهاد الشيء وهي كتبغي هذا الشيء اللي كديري في الاخر طلعي من الما قولي اش كاين ما عندي ما نقول لك من الاخر انا غادي نجوج اش كنت يا واحد يا اختي انت خاصك تهضر معاك اخا سلمى ندوي معاها شوف اختي شوف سمعوني دابا ندوي معاكم دابا ديال بصح شاركوا معايا في كاميرا خفيه واحد برايس شوف لي زعما كنتمنى لكم عجبكم هذا البراك وما تنساوش عجبكم تابوناو وديروا لايك ماما انا درت واحد الفكره من داكشي اللي عطيتوني وزيد عطوني الافكار باش نزيد ندير لهم لي برانك.